أخذت تعهدا على الدكتور العميد وأعضاء التدريس أن لا يطالبه بمدن كذا إذا ما يتيسر في الجامعة، وهذا التعهد ما زال موجودا، ولكن شخص تسعى الجامعة لا التعهد موجود، ده مكتوب كتابة ولن نطالبك مدن كذا، ولكن في صدر الكلام المتاح. ولكن على أي حال الجامعة عرضت عدة أماكن، ولكن الأماكن التي عرضت لم ترد للأساتذة في كلية الإعلام، لأنهم يصرون أن يكون له مكان إما هنا وإما في مدينة النصر. سيكون هذا بإذن الله في القريب العاجل في سنتين. ثم أقول إن الفئة المجتمعيين اللي بيشكروني على إقامة يوم المواهب الأزهرية عن المطلب محمد عبد الله أمامك عندما كان وكيل الوكولية كان يذهب بنفسه إلى جامعة الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وقام بدور كبير الحقيقة وأحسبه في ميدان حسنات في الدنيا والآخرة لأنه أنشأ وكان وراء إنشاء كلية الإعلام، لكن يعني ما يعد في نفسي الآن عندما قال أن هناك تعهد بعدم وجود مبنى لكلية الإعلام، هذه كانت خطوة سياسية لانتزاع القرار، لكن إذا كان أستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد تقول أن هناك تعهد بعدم وجود المكان فهذه كانت خطوة سياسية وانتهت وانتزعنا القرار في 25 مايو 2011، وكان قرار كلية الإعلام هو رقم 715 ومعه قرار كلية التربية 716 والجامعة قررت تخصيص 20 مليون جنيه وبدأت أعمال الإنشاءات لكلية التربية الرياضية التي صدر قرارها مع كلية الإعلام، وكلية الإعلام في من وجهة نظر الأستاذ الدكتور إبراهيم الهند التي أعرفها أنا جيدا لا تقل أهمية عن كلية التربية الرياضية، بل كلية الإعلام في جميع الجامعات العالمية مكانها دائما في مقر الجامعة الأم لأنها تمثل واجهة لجنة.